يقول البارحة ما نمت يلي تنامون من خيبة أصحابي وكثرة شجوني الكلب يوفي والأوادم يخونون يا ليتهم كانوا كلاب بعيوني. البارحة ما نمت يلي تنامون من خيبة أصحابي وكثرة شجوني الكلب يوفي والأوادم يخونون يا ليتهم كانوا كلاب بعيوني. حسبتهم من حسبة اللي يعزون أقرب من أخواني وقام أخذلوني. مرات أردد بين نفسي يمونون ومرات أردد يا جماعة ذبحوني اللي على جرح المشاعر يغنون. تجمعوا في غيبتي شوهوني في جيتي أصحاب من رحت يحكون ما كنهم بيدينهم صافحوني اللي على قول السوالف يموتون. كم منطقة وحقادهم وظلموني واللي ذبحني من القهر ما يحسون من كلمة تنقال لو ما لقوني. لكن رب البيت مهما يقولون كسرتهم من قبل لا يكسروني ثابت. لكن رب البيت مهما يقولون كسرتهم من قبل لا يكسروني ثابت. وشوف الناس بعدي يميلون لو حاولوا مية سنة مكتبوني يغيب واللي أجيت واجد يغيبون وأنا حضور يشرف اللي يبوني. وإذا زعلوا أغيب واللي أجيت واجد يغيبون وأنا حضور يشرف اللي يبوني. وإذا زعلوا يا جعلهم ما يردون أنا خسرت اللي بغوا يخسروني. ومن بري هذا أبي الناس يدرون من حط لي بعينه وكان عيوني. سلام عليكم.